هنيئا لنا ضربتين قاضيتين من فرنسا اليوم ومن تونس، جوج الخوت، جوج ديال الضربات للنظام الجزائري بسبب المغرب والصحراء المغربيه. نبداو بعدا بالضربه الاولى اللي جات من فرنسا. انا بكل صراحه ما فاجاتنيش، لانه كنعرف انه دائما ما فرنسا كانت كتدعم مبادره الحكم الذاتي تحت السياده المغربيه، ولكن ما فاجاني هو ديك اخذنا علما بلغت السلطات الجزائريه، واللي جاني زوين هو انه لما الاداره المركزيه كتبلغ داك الموظف الصغير ديالها فهذه اللي زوينه، يعني غنسينو لا رياكسيون ديال قصر المراديه وديال فخامه الرئيس الجزائري والنظام الجزائري، واش غيكون مسخوط الوالدين وغادي ينقلب على الاداره المركزيه او لا. بطبيعه الحال حنا كنعرفوا الناس هي اللي تكون مرضيه والديها، وراكم فهمتوني مزيان الاخوات. المهم قلت ما اعجبني هو هاد اخذنا علما، وانا متاكد انه النظام الجزائري ما غيقدرش يدير حتى شي رده فعل. عادي راه سبق كثار من هاد الشيء، راه ايمانويل ماكرون سبق وقال شحال هادي بانه قبل ما تدخل فرنسا للجزائر لم تكن هناك امه جزائريه. اش دار النظام الجزائري؟ سحب السفير، ومن بعد رد السفير بدون اعتذار من فرنسا. المرة الثانية دخلت المخابرات الفرنسية وصل الجزائر وخرجوا أميرة براوي، عاوتاني اش دار فخامة الرئيس؟ أصحاب السفير وردوا، لأن الإدارة المركزية كتقول له رد السفير. ألوغ هاد المرة واش غادي يقدر يديرها ويسحب السفير ويقطع الغاز أو لا؟ ما يمكنش تكون مسخوط الوالدين، حيت صعيب أنك تكون مسخوط الوالدين. وبطبيعة الحال اللي قالتها ماما فرنسا هي اللي غادا تكون، واكيد انه هذا الشيء هو اللي غادي يكون. هذه الضربه الاولى الخوت من فرنسا، وبالمناسبه البلاغ ديال وزاره الخارجيه البكائيات ديال المراديه ستجدونه في اول كومونتير. ارى لي الضربه الثانيه، دابا نقولوا فرنسا ولكن الضربه الثانيه هي الصعيبه بزاف. في حوار صحفي مع جريدة الصباح التونسية خرج وزير الخارجية التونسي وقال لهم بأنه لا بديل عن اتحاد المغرب العربي، يعني كاع داكشي اللي قال الرئيس الجزائري جا وزير الخارجية التونسي وضربوا له في الزيرو، قال له بأنه اتحاد المغرب العربي خيار استراتيجي. خيار ماذا؟ كلشي في كومونتير. استراتيجي ويعبر عن رغبة شعبية أكثر منها سياسية، يعني الشعب التونسي الشقيق بغى يكون معنا في اتحاد المغرب العربي اللي بالمناسبة حنا فيه، وفيه تونس وفيه خوتنا الليبيين وفيه خوتنا الموريتانيين بطبيعة الحال، وخرجت منه الدولة الجزائرية بمحض إرادتها. أصلا هي ما كتخلصش المخارطات ديالها من 2015، والموظفين تيتخلصوا ديالها بالمناسبة، ولكن قال لكم وزير الخارجية التونسي هذا خيار استراتيجي ولا بديل عن اتحاد المغرب العربي. يعني داكشي اللي قالنا فخامة الرئيس خرج لنا وزير الخارجية التونسي في جريدة الصباح وضربوا ليه كلشي في الزيرو، وهنيئا لنا. وسنرى هل بإمكان الدولة الجزائرية سحب سفيرها من تونس، أو على الأقل نشر واحد البيان استنكاري، أو لا بطبيعة الحال ستمر الأمور كما هي وتبقى الحالة كما هي، وبطبيعة الحال الصحراء المغربية. هنيئا لنا. أنت دابا بغيتي تجاوب تونس، بغيتي تجاوب فرنسا، فخامة الرئيس الجزائري عندك خيارين، تجاوبهم جوج. فرنسا صعيب تجاوبها لأن كما قلت لك صعيب الإنسان يكون مسخوط والديه، على الأقل جاوب تونس. وتونس راه ما تقدش عليها بالمناسبة، تونس ما تقدش عليها. وزير الخارجية التونسي راه ما كيضحكش، لما خرج بهذا الحوار الصحفي راه كيعرف شنو كيقصد. اتحاد المغرب العربي خيار استراتيجي، هما وخوتنا الليبيين حتى هما راه خرجوا لك ذاك البلاغ ديك المرة وخرج التصريح، يعني الاتحاد اللي بغى يدير فخامة الرئيس الجزائري غيبقى فيه بوحدو الجزائر مع الجزائر، وستبقى الصحراء المغربية. وسننتظر الرد من النظام الجزائري. تحياتي وبرافو عليك فرنسا، برافو تونس.